السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. نتواجد الآن في حي الإرشاد للإرشاد التوسعي لمتابعة أشغال توسيع المقطع الطرقي الرابط ما بين مرجان والإرشاد. تمت إزالة ذلك الرومبوان الصغير اللي كان له، سيتم إقامة على ما يبدو رومبوان جديد. إذن هذا تصوير ليلي، فالجودة ستكون ضعيفة بعد الشيء، وسنعود إن شاء الله إلى هذا الموضوع بالتفصيل لاحقا. ولكن عما يبدو فإن الأشغال تجري بسرعة الحمد لله. كما ترون تمت إزالة الرمبو اللي كان موجود هنا، سنمر من الطريق الجديدة إذا سمحت الظروف بذلك. والآن وصلنا إلى الرومبو الكبير الذي يتم إنشاؤه هنا. كان مشكل كبير في الطريق هذه باش المرور من هنايا، ولكن الحمد لله راه باين على هذه الرومبو سيحل هذا المشكل. سنحاول تصوير الطريق الجديدة في الليل.